مين يعني؟ نشوف مقارنة تانية، مصر وغانا سريعا. نشوف مصر وغانا، طبعا نتيجة لقاء الذهاب 1-6، تصنيف الفيفا مصر 51 على العالم، غانا 23، عدد وصول لمرات كأس العالم مصر مرتين 34 و90، غانا مرتين ورا بعض 2006 2010، لو وصلت 2014 هتبقى المرة الثالثة على التوالي لمنتخب غانا. مباراة التصفيات مصر 6 فوز 1 هزيمة، نفس القصة بالنسبة لغانا، أهداف مصر 17 علينا 13، غانا 24 هدف عليهم 4 أهداف فقط، أقوى دفاع في التصفيات الأفريقية. المواجهات المباشرة يمكن 22 مباراة، 10 فوز لمصر و5 تعادل 7 هزيمة، الأهداف 32 هدف سجله منتخب مصر مقابل 28 لغانا. أبرز النجوم طبعا محمد أبو تريكة، محمد صلاح وأحمد فتحي في منتخب مصر، في غانا جيان أسامواه وعلي سولي مونتاري وكوادو أسامواه، دول أبرز 3 نجوم متواجدين في منتخب الغانا.